اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في لقاء يتجدد كل يوم سبت على قناة المكلا، وتستمر لقاءاتنا عبر هذه الشاشة في برنامج حديث الشارع. قبل الدخول في صلب الحلقة، فقط دعوني أهنئ نساء حضرموت باليوم العالمي للمرأة الذي صادفنا يوم أمس، وأقول لهن أنتن القويات الصابرات المكافحات المثابرات الصامدات في وجه هذه الحياة وهذا الوضع الصعب الذي نتعايش معه يوميا. أنتن خلف كل رجل ناجح، فتستحقن التهنئة، وكل سنة ونون النسوة بخير. مشاهدينا الأعزاء، نلفت عنايتكم بأن حديث الشارع برنامج نعرض من خلاله قضايا تخص الشارع الحضرمي، ونستمع عبره لصوت الإنسان المواطن. الليلة سنتحدث عن مشكلة قد كنا اعتقدنا بأننا سنتناساها لفترة من الزمن، ولكن المؤشرات لا تبشر بذلك، والله يستر. موضوعنا، موضوع حلقتنا لهذه الليلة، عن تداعيات عودة الانقطاعات للتيار الكهربائي. الكهرباء، 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 لماذا عاودت الانقطاع من جديد؟ فقد كنا في أتم الراحة. عاودت الانقطاع فعاودنا وراودنا الخوف والقلق والتوتر مجددا. لماذا يظل المواطن حبيس الخوف دائما وكأنه ليس له حق العيش في النعيم؟ في أواخر شهر نوفمبر لعام 2018 تم تدشين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. هذا البرنامج الذي قدم منحة المشتقات النفطية لدعم الكهرباء في المحافظات المحررة، وبالطبع حضرموت إحداها. هذا وقد صرح نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي بأن المنحة السعودية لدعم الكهرباء في المحافظات المحررة بلغت 60 مليون دولار شهرياً. نصيب حضرموت منها 17 مليون دولار في الشهر الواحد. إذن طالما نصيب حضرموت من المنحة السعودية 17 مليون دولار، في ظل أن المملكة العربية السعودية قد تعهدت باستمرار المنحة لمدة عام كامل ولم نكمل حتى الشهر الرابع من إجمالي هذا العام، فلماذا قد شهدنا الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي؟ المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت قد اعتذرت للمواطنين عبر صفحتهم الرسمية على الفيسبوك، منوهين بأن الانقطاعات التي شهدناها مؤخرا كانت نتيجة توقف تزويد محطات التوليد بالوقود الكافي لتشغيلها. لا أحد يعلم مقدار الخوف الذي دب في قلوبنا من بعد هذه الانقطاعات، وإذا دب الخوف ما الذي قد ينتزعه منا؟ من الذي يطمننا؟ أعزائي، فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام، عدنا. عبر وسيلة إعلامية قد صرح اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت وقال: أحب أن أطمن المواطنين في عموم مدن حضرموت بأننا نتفهم مخاوفهم، ونسعى بكل الطرق والوسائل بأن لا تشهد المحافظة أي انقطاعات في الكهرباء خلال الصيف القادم إلا في حدها الأدنى، وأن تكون طفيفة جدا بإذن الله تعالى. وأطمن المواطن بأن منحة الوقود المقدمة من السعودية لمحطات الكهرباء ستستمر،
وهي قد ساعدتنا كثيرا خلال الفترة الماضية، ونؤكد للجميع أن لا صحة لتلك الشائعات التي تتردد عن توقفها. ومؤسسة الكهرباء بحضرموت قد التزمت بتوريد التزاماتها للحساب المشترك ودفعت مئات الملايين ومستمرة في ذلك. هذا تصريح من سيادة المحافظ يطمئن فيه المواطن الحضرمي، وقال إن الكهرباء ستستمر، ولكنه لم يحدد ستستمر إلى متى. ومن حديث الشارع نوجه رسالتنا ومناشدتنا بأننا نود أن تستمر الكهرباء في حضرموت دون ما انقطاع إلى عقود طويلة الأمد. مشاهدينا، أترككم مع تقرير الحلقة الذي أعده لكم طاقم عمل قناة المكلا، فلنتابع. وعادت حليمة لعادتها القديمة، هكذا رددها المواطنون في عموم مدن ساحل حضرموت عقب العودة المفاجئة للانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، التي أشبه ما تكون بحقنة إحباط ضربت في وريد المواطن بعد المنحة السعودية لدعم محطات الكهرباء بالوقود. الصيف البارد، غالبا ما ترددت تلك الجملة مع فصل كل شتاء، وكانت هذا العام قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها بعد التحسن الكبير في استقرار الكهرباء خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، وشعر بذلك المواطن، إلا أنه يبدو بأن رياح الشمال أبت ألا تستمر منحة الوقود. المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت أوضحت أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء أنها كانت نتيجة توقف تزويد محطات التوليد بالوقود الكافي لتشغيلها، وأن جهود وتنسيق من محافظ حضرموت ومدير مؤسسة الكهرباء العامة تمحورت في استمرار منحة الوقود السعودية وبالتالي استقرار التيار الكهربائي في مدن ساحل حضرموت. ونعود قليلا إلى الوراء لنبحث في أروقة تلك المنحة، والتي كان قد اشترط استمرارها بتفعيل حساب مشترك، وهو ما أكده محافظ حضرموت خلال لقائه بممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نهاية يناير الماضي، إلى أن العمل جاري لتفعيل الحساب المشترك الخاص بالمنحة في حضرموت. مستوى الالتزام بشروط المنحة من قبل السلطة المحلية وتعاون كافة الجهات المسؤولة في قطاع الكهرباء مع اللجنة والبرنامج السعودي جعل من استمرارها خلال الفترة الماضية بالأمر اليسير، إلا أن ما حدث خلال الأسبوع الماضي طرح الكثير من التساؤلات حول مستوى الالتزام بشروط المنحة. ومع قدوم صيف لا يرحم، أصبح هاجس المواطن بين بصيص أمل استمرار منحة الأشقاء أو عودة الانقطاعات مجددا كما عهدها سابقا، والشكوى لله. الصيف القادم ها هو يدق الأبواب، فيا ترى هل هي مقصدة؟ سؤال يضع نفسه على هذه الطاولة. مشاهدينا، دقائق ونعود. مشاهدينا، ها قد عدنا في حلقتنا لهذه الليلة، والحلقة ما زالت مستمرة وعن الانقطاعات للكهرباء. يعني هل نستطيع أن نقول في هذه الحلقة عادت حليمة لعادتها القديمة كما ذكرنا الليلة في التقرير؟ كنا في أتم الراحة وبدأنا بالاستقرار النفسي والمعنوي والحياتي والخدماتي لما استقر التيار الكهربائي في عموم محافظة حضرموت، ورجعنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي ونشوف برامجنا المفضلة على شاشة التلفاز، مش ما فيش هذاك القلق والتوتر والخوف انه التيار رح ينقطع. المنحة السعودية اللي هي تبع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، طبعا هو بيستهدف المحافظات المحررة،
لما بدأوا دشنوا هذا البرنامج طبعا ضجت وسائل عملت هذا البرنامج وهذه الحملة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مختلف وسائل الإعلام. والضجة اللي عشناها في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلاص خلت نحنا نفرح، خلت نحنا سعداء، خلت نحنا ننسى إنه في يوم من الأيام ممكن إنه ترجع وتنقطع الكهرباء من جديد. لكن إيش اللي حصل في الأسبوعين الماضية أو كما نقول الآونة الأخيرة؟ بالبداية بدأت الكهرباء تنطفي ساعة في اليوم، هي كانت البداية ساعة في اليوم، فكنا نقول مش مشكلة، يمكن يغيروا مولد، يمكن يعملوا، يمكن يفعلوا، فكنا بنلتمس الأعذار. قليل قليل بدأت الانقطاعات تزداد عدد ساعاته، بدأ يمكن ساعة في الصباح وساعة في الظهر وساعة في العصر وساعة في المغرب وساعة في العشاء وساعة في أواخر الليل وإحنا ناس رايحين تنام. الموضوع صار غريب، بدأ في خوف، بدأ في شكوك، بدأ صراحة في رعب. مش أساس في منحة سعودية للمشتقات النفطية؟ وسائل الإعلام بتصرح وأخبار وتقارير وفيديوهات وضجة إعلامية ما حصلتش. حضرموت مش فقط المستفيدة، ما هيش المحافظة الوحيدة المستفيدة، أيضا محافظة عدن كمان مربوطين إحنا ببعض وبقية المحافظات المحررة يشملهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالطبع. إذا فين الغلط؟ فين كان الخلل؟ على العلم إنه لما تم التدشين وصرحوا الشخصيات البارزة اللي هم بيحتسبوا على المملكة العربية السعودية الشقيقة قالوا إنه المنحة بتستمر سنة، لمدة سنة. ولما تم تدشين البرنامج كانوا في أواخر شهر نوفمبر شهر 11. طيب إحنا الآن في مارس، يعني حتى ما كملناش الشهر الرابع من إجمالي هذا السنة، ليش بدأت هذه الانقطاعات تظهر؟ ليش؟ يا ترى فين الخلل؟ المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت صرحت عبر طبعاً عبر صفحات الرسمية في الفيسبوك والواتساب وما إلى آخره، اعتذرت للمواطنين وبلغ أنهم إنه في جهود وتنسيقات تبذل من قبل المحافظ ومن قبل مدير الكهرباء بساحل حضرموت، وإنه خلاص كان في شوية دربكة وحلوها، والآن التيار مستقر تماما. طيب التيار مستقر تماما، إيش اللي يضمن لنحنا إنه ما يرجعش انقطع مرة أخرى؟ ما هي الضمانات أعزائي المشاهدين وأعزائي المسائيل إنه التيار الكهربائي ما ينقطعش مرة أخرى؟ على وجه الخصوص إحنا قادمين على شهر رمضان وقادمين على الصيف. مشاهدين الكرام، أنا منتظرة اتصالاتكم، حابة أسمع تعليقاتكم حول هذا الموضوع، كيف أتصرفتم، إيش اللي بادركم، ما الذي خلقكم من شعور؟ يعني أول ما بدأت تطفي خلاص، يعني كأنه نقول المنحوس منحوس، مع أنه أنا مش حابة أقول ذا الكلام، يعني إحنا مش مناحيس، المنحوس منحوس، يعني كأنه حرام نعيش فرحانين، حرام نعيش مبسوطين، حرام نعيش متهنيين. فين المشكلة؟ فين الخلل؟ في هواجس يعيش المواطن الحضرمي الآن، يعني خلاص الآن قرب رمضان وقرب الصيف، خلاص بدأت تنقطع، ما فيش ضمانات، يعني هواجس ما بين بصيص أمل إنه تستمر المنحة لمدة سنة وتنتهي على خير ونفرح ونحس إنه نحن فعلا بشر مثل بقية البشر العايشين ببقية الدول في هذه السنة، أو إنه خلاص
واعتقد انه هذه المنحة السعودية خففت كثير على كاهل المواطن الحضرمي، بطلنا نشتري الشواحن والبطاريات والحاجات هذه، وفي ظل غلاء المعيشة تاخذ كلفة وتاخذ ميزانية، خلاص بطلنا نشتري هذه الحاجات لانه التيار الكهربائي استقر، رجعنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي، ننام بالوقت الذي ننام فيه، نشتغل بالوقت اللي نشتغل فيه، نطبخ وقت ما احنا حابين، ننام وقت ما احنا حابين، كل حاجة نعملها وقت ما احنا حابين. لما الكهرباء تنقطع احنا نكون تحت رحمتها، تحت سيادتها. متى ما لصت الكهرباء طبخنا، متى ما لصت الكهرباء عملنا، متى ما لصت لأنه نكون مرهونين بالكهرباء، متى ما لصت الكهرباء نمنا، شغلنا التكييف ونمنا. الآن صار في حرية اختيار، حرية ممارسة لحياتنا الطبيعية. أنا مش حابة أخوفكم، لكن سؤال كمان أنا حابة أطرحه على مسامعكم مشاهدينا، وأتمنى منكم الإجابة، أنا أنتظر في الحقيقة اتصالاتكم. المنحة، منحة الوقود السعودية هي مدتها سنة، ماذا إذا انتهت السنة هذه؟ المملكة العربية السعودية هي مش رح تدعم طول العمر في مجال الكهرباء، هي عملت هذه المنحة لمدة سنة، وبعد السنة هذه بتقيم التجربة اللي عملنا وعممنا في المحافظات المحررة. ماذا إذا انتهت هذه السنة؟ إيش العمل؟ هل بنستمر نشوف انقطاعات مرة أخرى مجددا ومجددا؟ هنا كمان الخوف، لكن نحن ما بنستبقش الأحداث. أولا نكمل السنة، نكمل سنة المنحة السعودية هذه. في كان تصريح للواء سالم الخنبشي، نائب، عذراً ماهوش لواء، نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي، بأن المنحة السعودية لدعم الكهرباء في المحافظات المحررة بلغت 60 مليون دولار شهرياً. في اتصال؟ في اتصال؟ انقطع الاتصال، اللي اتصل يعاود بنا الاتصال مجددا. بلغت 60 مليون دولار شهريا المنحة السعودية. نصيب حضرموت فقط، نصيب حضرموت فقط من هذه المنحة 17 مليون دولار، 17 مليون دولار نصيب حضرموت للشهر الواحد فقط. يا ترى مبلغ 17 مليون دولار لماذا قد يعرض محافظة حضرموت لانقطاعات متكررة؟ ليش؟ هل يا ترى المبلغ مش كافي؟ هل ما فيش رقابة للمبلغ بشكل جيد؟ فين المشكلة؟ المبلغ يكفي وزيادة، المبلغ يكفي وزيادة، فين المشكلة عشان نحن نشوف انقطاعات وإحنا لسه ما كملناش حتى الشهر الرابع من إجمالي السنة التي أتعهدت بها السعودية؟ فين المشكلة؟ فين الخلل؟ في اتصالات الأعزاء المواطنين اتصلوا، بس مش عارفة ليش الاتصالات ما تمسكش معاهم، عاودوا الاتصال بنا مجددا. في اتصال؟ الشباب في الكنترول يبلغوني انه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت قد اعتذر عن المداخلة الهاتفية. طبعا المهندس مازن بن مخاشن كنا رتبنا ونسقنا معه بحيث انه نستضيفه اليوم في مداخلة هاتفية للحديث عن ملف الكهرباء، اعتذر وقال انه هو خارج المكلة الان، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت. هو أبدأ موافقته للدخول معنا في مداخلة هاتفية، وأبدأ استعداده لربما قد طرأ معه ظرف طارئ، وهو كان ضيف للحلقة لهذه الليلة. مهندس مازن،
مش لازم نلتزم بالمواعيد ولا لا؟ طيب أعزائنا المشاهدين، إذا ما طلعش معانا مدير عام مؤسسة الكهرباء، نطلع معاكم أنتم، تتصلوا أنتم، ندردش معاكم أنتم. في كمان كانت نقطة أنا حابة أناقشها معكم، أنا كنت أود أنني أطرحها على المهندس مازن بن مخاشن، لكن أناقشها معكم أنتم. في مشاريع عرضت أو تمت مناقشته في عام 2018، مشروعين. أول مشروع هو محطة ساحل حضرموت الغازية، على أساس أنه هذه المحطة طبعاً قد عملوا، قدموا فيها دراسات وقدموا فيها ما قدموا، تقريباً الموضوع شبه جاهز. وهذا المشروع محطة ساحل حضرموت الغازية هذا عمل ضجة في 2018. طبعاً هذا المشروع حتنفذه شركة بترو مسيلة النفطية، ومن المتوقع أنه يسند لها التنفيذ والإدارة والتشغيل، والأمور كانت طيبة، وسائل الإعلام عاملة ضجة، وخلاص إحنا فرحانين ومتوسمين بالخير والتفاؤل والأمل بهذه المحطة الغازية، لأنها بتخفف وبتشيل عبء كبير على المواطنين وعلى السلطة كمان في بخصوص ما يتعلق بملف الكهرباء. فين هذا المشروع؟ على أساس أنه خلاص إحنا حنلتمس التنفيذ في 2019، فين المشروع هذا؟ أنتم حديد حوله، حديد 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 من 2018 وخلاص، وتصريحات وكمان أشبه بأنكم وضعتم النقط على الحروف. فين هذا المشروع؟ فين محطة ساحل حضرموت الغازية؟ هذا النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية اللي أنا كمان حابة أتناقش فيها وأضعها، المنحة الإماراتية. طبعاً أعلنت الإمارات تبرعها ب100 مليون دولار، 100 مليون دولار لدعم البنية التحتية في حضرموت. ألو؟ ألو؟ مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو؟ ألو مساء الخير، من معي؟ يا مساء الورد، كيف حالك؟ من معي؟ الصوت واطي لو سمحت. الصوت واطي؟ الصوت واطي عندك. أنا أسمعك بشكل جيد، تسمعني؟ ألو؟ أيوة نعم، عندك إزعاج. إيش موضوع المشاركة؟ موضوع الحلقة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء. اولا نشكر محافظة حضرموت اللي هو فرق سلمين الباحثين الكهرباء، صراحة مش متقطع حاليا يعني. لكن في نقطة صغيرة بس الان في الآونة هذه استقرت، لكن في الايام الماضية كانت متقطعة، صح ام لا؟ النقطة الوحيدة هي اللي اتكلم عليها. تفضل. كانت متقطعة. نعم. تفضل أخي، إيش هي مشاركتك بخصوص هذا الموضوع؟ ما هي مشاركتك بخصوص موضوع انقطاعات الكهرباء؟ إيه، لو خذنا نظرة بس عن الساحل وعن الوادي دوعان، شوفين وادي دوعان كيف 14 ساعة مطفية بمقارنة الساحل، يعني لو كان أهل الساحل في خير فيحمدون الله. احنا في دوعن تحت يعني 12 12. انت من دوعن؟ كيف؟ انت من دوعن؟ انا من دوعن. والكهرباء عندكم طافية؟ من 12 ل 12 طافية، يعني ما اعرف الحين، الحين في مكلف في قبل يومين. من 12 من 12 كم لكم؟ قصدك من 12 الظهر لين 12 بالليل؟ من 5 الصباح تنطفي لين 5 الظهر. 5 الصباح لين 5 العصر. اي 5 العصر يعني بمعدل 12 ساعة في اليوم. اي 12 ساعة. انا مش من حافظة حضرموت. انت من دوعان، فلما اجيت المكلة تفاجأت. لا، استقلال المكلة الكهرباء، انا افضل من دوعان بشيء كثير يعني. نعم، فدي يعتبر فضل من الله ثم من فضل البحث. نعم تمام، نبغى بس نظرة للبحث من فضل دوعان. حاضر،
حاضر، بنوجه له، بنوجه له الآن رسالة. إن شاء الله. شكرا. اتصال من دوعن، والكهرباء تنقطع عندهم من 5 الصباح، يعني 5 الفجر إلين 5 العصر، بمعدل 12 ساعة في اليوم. طبعا المكلة كمان كانت تعاني من هذا الشيء. تذكروا أعزائنا المواطنين، احنا كمان كنا نعاني من هذا الشيء، عانينا وعانينا وعانينا، بس يقول لك اللي يصبر يتعوض، صبرنا وتعوضنا. طبعا المنحة ما هيش فقط لساحل حضرموت، هي لحضرموت بشكل عام، يعني للساحل والوادي. فغريب انه بمعدل 12 ساعة تنطفي في الوادي. هذا بصراحة اتصال قيم من الشخص هذا، يعني عطلنا احنا معلومة مفيدة. فإضافة إلى اتصاله، وأضم صوتي معه وأمام مشاهدين قناة المكلة واللي كلهم بيشوفون احنا على قناة المكلة، نقول للمحافظ فرج سالمين البحسني، نلفت عنايتكم بالنظر منطقة دوعن، الكهرباء بتنطفي فيها بمعدل 12 ساعة في اليوم. طبعا المواطنين بيشكوا من هذا الشيء واتصلوا على البرنامج واشتكوا، فيحلموا باستقرار التيار الكهربائي مثل ما هو مستقر في مدينة المكلا. أنا بس حابة أنوه لنقطة قالها الأخ المواطن، إنه لا، الكهرباء مستقرة. إحنا عارفين إنه الأسبوع هذا الكهرباء استقرت، نعلم هذا جيدا. المؤسسة العامة للكهرباء طلعت ووضحت واعتذرت انه كان في مشكلة بالتوليد وما الى اخره، وكمان طلع المحافظ البحسني وصرح عبر وسيلة اعلامية وطمن المواطنين وقال انه خلاص هتستقر التيار الكهربائي وانه المنحة ما زالت مستمرة. هذا شيء جميل جدا. بس كم في اتصال؟ أعزائي المشاهدين، معنا على الخط دكتور سعيد العمودي، وكيل شؤون الساحل والهضبة بحضرموت. دكتور سعيد، كيف حالك؟ كيف حالك؟ دكتور سعيد، إيش أخبارك؟ أيوة نعم دكتور سعيد، أنا أسمعك. دكتور سعيد، بس نعم نعم أنا أسمعك جيدا، لو بتحدثني عن نعم لو بتحدثني عن استمرار منحة، لو بتحدثني عن استمرار منحة المشتقات النفطية، منحة المنحة السعودية المقدمة من المشتقات النفطية، يعني من المنحة السعودية، وطبعا أبناء الدرايان تجد الشطر في المنطقة العربية السعودية على هذه المنحة التي تمثل أشياء كثيرة، ومنها عملية تحقيق العبء المالي ووضع معاناة المواطنين وتسهيل الخدمة للمواطنين من خلال أعمالهم. ولكن الجانب الآخر هي الآن لا زال الصوت مش واضح، إنها لا زالت تطرح طرح الذي تنزل دكتور سعيد المحررة هي دكتور سعيد تسمعني؟ الكهرباء في تلك المحافظات، وحضر موت خلال تلك المرحلة المنحة 3 شهور تسلك مموريا بعملية رقابة، قيمة المتابعة بعملية توزيع المنحة، فكانت نموذج جد إذن الله في بعض المنحة. دكتور نعم نعم معك دكتور سعيد، لكن صوتك مش واضح، أنت في مكان تغطيته جيدة؟ ألو نعم دكتور سعيد. أيوة نعم نعم الآن نسمعك بشكل واضح. في المنحة السعودية البرنامج
فقدنا الاتصال بدكتور سعيد. الشباب اللي في الكنترول حاولوا تتصلوا فيه مجددا لأنه يبدو أنه كان في بمكان تغطية ليست جيدة. وأكيد طبعا دكتور سعيد العمودي وكيل شؤون الساحل والهضبة بحضرموت ضيفنا لهذه الليلة، وعندنا أكيد أسئلة وحابين نحاوره. فبما أنه مدير الكهرباء المهندس مازن بن مخاشة نعتذر، فالأسئلة بتكون دسمة على دكتور سعيد. فيا شباب حاولوا تتواصلوا معه مجددا. أعزائنا المواطنين أصحاب دوعة اتصلوا، أصحاب المكلة ليش ما اتصلتمش؟ حابين نسمعكم. والله خلاص الكهرباء استقرت هذه اليومين، ففرحانين مش حاسين بالقلق. طبعا أنا حابة أقول إنه من ضمن الرسائل اللي بتوصلني على حساباتي الشخصية والخاصة أحيانا بيقترحوا لي مواضيع إنه نتكلم عليها، فتم اقتراح موضوع الكهرباء عبر رسائل كانت بتجيني على الفيسبوك وعلى الواتساب. أتكلموا على الكهرباء وأتكلموا على الكهرباء، لأنه في هذاك الوقت في نهاية الأسبوع كانت ما زالت الانقطاعات مستمرة. المشكلة إنه حلقة حديث الشارع كل يوم سبت من كل أسبوع، فلما أجينا نطلع السبت هذا قد كانت الكهرباء والتيار الكهربائي استقر. إحنا ليش طلعنا هذه الحلقة؟ إحنا طلعنا هذه الحلقة عشان نعرف فين الخلل، ليش هذه الانقطاعات، إيش اللي حاصل. دام إنه المنحة شغالة، المنحة بتمشي لمدة سنة كاملة، والمحافظ يطلع ويطمن، والمؤسسة العامة للكهرباء بتعتذر ودائما متواصلة إعلاميا مع المجتمع المحلي الحضرمي، طيب فين الخلل؟ ليش في انقطاعات؟ ليش تخوفوا المواطنين؟ ليش تقلقوهم؟ ليش تخلوهم يبدأوا يفكروا كيف حيجي الصيف القادم؟ يا ترى ايش حنعمل؟ خصوصا انه نحن مقبلين على شهر رمضان، يعني محتاجين للكهرباء بشكل عنيف، محتاجين للكهرباء، مش متقبلين اي انقطاعات. مرت علينا يعني كل صيف كان يمر علينا بشكل سيء للغاية، انقطاعات وحر والحر هذا يسبب بعضين أمراض جلدية وحاجات وما إلى آخره. فأعزائي المشاهدين تطلع على جانب الشاشة رقم البرنامج، أنتظر اتصالاتكم، نتناقش في هذا الموضوع على ما الشباب يرجعوا يوصلونا بدكتور سعيد العمودي وكيل شؤون الساحل والهضبة بحضرموت. كنت مجهزة لك أسئلة كثيرة مهندس مازن بن مخاشن عشان نتناقش بهذا الموضوع. معنا على الخط مجددا دكتور سعيد العمودي وكيل شؤون الساحل والهضبة بحضرموت. دكتور سعيد، أنا سعيدة أني استضفتك مجدداً الآن بعد انقطاع. ونشكركم ونحن سعداء بأنكم تستضيفوا مثل هذه المواضيع التي تلامس فعلاً حياة المواطن اليومية. نعم، أشكرك دكتور سعيد. طيب دكتور سعيد، كلمني على المنحة السعودية للمشتقات النفطية ضمن برنامج التنمية وإعمار اليمن. فين المشكلة دام إنه في تصريحات إعلامية إنه المنحة بتستمر لمدة سنة؟ ففين كانت المشكلة لما عانت المكلة من انقطاعات؟ طبعا المشكلة ماشي أي بالنسبة للمنحة النفطية. كما أشرنا سابقا كنا نتقدم بالشكر مرة أخرى للمملكة العربية السعودية. نعم، وأن المنحة مثلت الشيء الكثير بالنسبة للسلطة أو للمواطن من خلال الخدمة وتخفيف العبء للسلطة من ناحية الجانب المالي واستقرار العملة وما إلى ذلك. نعم. طبعا المنحة قدمت من خلال الاتفاقية كما فهمنا من إدارة الكهرباء، اتفاقية ما بين وزارة الكهرباء وما بين الجانب السعودي الحكومة اليمنية والسعودية، على أساس أن هذه المنحة 3 شهور مرحلة تقييمية، ولكن من ناحية ان تم الاستمراريتها تبطي بمدى الحفاظ عليها وعدم. فحضرموت فعلا مثلت نموذجا في هذا الجانب،
والآن كما فهمنا من الأخوة المعنيين أن المنحة إن شاء الله ستبقى بإذن الله لاستكمال ذلك العام وما إلى ذلك. نعم طيب يعني خلاص كأنه بإذن الله نحن نقول، وهذه أمور يعني نحن بالنسبة لنا نحن نضمن الشيء الذي عندنا، ولكن أملنا بالله وثقتنا بالجانب السعودي إن حضرموت فعلا قامت بدورها الأساسي ومثلة الموجب في الحفاظ على ذلك المنحة، كونها أعطيناها جانب اهتمام كبير وجانب رقابي، وفعلا كان لها أثر مجتمعي أثر إنساني أثر من كل النواحي، لكونها جاءت في هذه الظروف وفي هذه المرحلة. فلتذكروا العام الماضي نحن العام الماضي الأزمة الكهرباء في مثل بعد هذا الشهر بشهرين تقريبا في بداية مايو أصبحت الكهرباء إلى ساعتين. صحيح. أنا بنفسي يعني جلسنا شهرين نعمل مع الأخ مازن قبل أن يكونوا مديرا، فيتكلم عن المحطة لأول مرة نصرح بهذا. نعم. رغم محطة الريان كانت يعني تشتغل 23 ميجا، خلال هذه المدة جبنا مهندسين وأصبحت 48 ميجا. نعم. الزيت 2200 ألف دولار شهريا، الآن أصبحت 96 ألف دولار شهريا. مقترحاتنا خلال إدخال عملية كهرباء الريدة الشرقية الحكومية وأبعاد الأهلية تمت، وكذلك الديس الشرقية الآن بإذن الله. كل هذه شكلت نحن أنا وضعنا مصفوفة من خلال تقرير متكامل من 25 نقطة، ورفعنا للأخ المحافظ وعملنا بذلك وأعلن عن هذه النتائج للأخ المحافظ. نعم. وخاصة هذه النتائج التي بين أيدينا، وكل المعاناة كانت التي نعانيها هو في جانب المشتقات النفطية أكثر، وجانب ساحل حضرموت ليس الجانب المشتقات النفطية بل جانب حل حاجة الناس للطاقة أكثر ليس الموجودة، جانب الشبكات التي أصبحت، جانب زيادة السكان، كل ذلك تشكل أعباء للسلطة المحلية من حين إلى حين في ظل توافد الناس إلى عاصمة محافظة حضرموت المكلة وإلى ساحل حضرموت لما تميزت به من أمن وأمان، فأصبحت قبلة للجميع. وكل ذلك وكذلك المغتربين القادمين إلى حضرموت بالذات ساحل حضرموت، كل نعم. ذلك شكل عبء على السلطة المحلية في كافة الخدمات، والسلطة تعمل وفق ما لديها من إمكانيات، والمنحة السعودية شكلت عامل كبير وإيجابي وإنساني ووطني في هذا الجانب. وكلنا عمل يعني برضه في جانب مشروع الكهرباء الغازية الذي تم الآن بعدن، ولكن حضرموت يعني لم يتم شيء إلى يومنا هذا، ورسالتنا إلى السلطة العليا وتم مناقشة الموضوع مع الأخ المحافظ. نعم. عن عملية تأخير حضرموت في هذا الجانب، والأخ المحافظ اليوم يتابع مشان هذا الموضوع، ولا بد نحن يكون لنا متابعة من خلال رئاسة الجمهورية من قبل الأخ المحافظ بسرعة 100 ميجا الغازية لساحل حضرموت، والمنحة بإذن الله ستستمر ما لم يكن هناك أي أشياء أخرى، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرنا للجميع، وستظل السلطة المحلية تعمل بكافة إمكانياتها جنبا إلى جنب إلى المواطنين، ونحن لا نتحدث إلا عن الشيء الذي بين أيدينا خاصة في عملية الخدمات. نعم. أما عملية المنحة فتلك مكرمة من المملكة العربية السعودية وليس فرض واجب، وذلك منها تكرما كما عهدناها بوقوفها إلى جانبنا وإلى جانب كل اليمنيين في هذا الجانب، إضافة إلى دورها الأساسي في قيادة التحالف العربي. طيب دكتور سعيد، باعتقادك محطة ساحل حضرموت الغازية اللي بتكون منفذة عبر شركة بترو مسيلة النفطية، طيب نعم بس لماذا إلى الآن لم ترى النور؟ يعني لم ترى النور، هذا السؤال يوجه للحكومة مباشرة من قبلنا، نحن ناقشناه في المكتب التنفيذي. تمام. لم ترى النور حسب ما فهمنا من الأخ المحافظ المتواصل مع السلطة الرسمية أن الآن تبدأ حق عدن ثم حقنا، وهذا هو الأمر الذي ما نحن لا نرضاه ومرفوض من قبلنا، لأن حضرموت هي أولى أن تكون هي. نعم. طيب. أو أقل شيء يكون عملية، لأن نحن بحاجة. نعم. عملية 100 ميجا منا 140، وإن شاء الله بإذن الله
سيعرض الموضوع لفخامة الأخ قرية الجمهورية وسيتم بإذن الله وستلحق الكهرباء الغازية يعني بإذن الله تعالى. يعني دكتور سعيد هناك مساعي من قبلكم أنتم بعرض الموضوع على الحكومة هناك عراقيل أو يعني قد يكون عمليات أخرى تم عملية تأخير ما يخص حضرموت. نعم هذه إن شاء الله نتجاوزها بإذن الله وتتم بإذن الله. نتمنى ذلك. طيب حابة كمان أسألك بخصوص المنحة الإماراتية التي أعلنت عليها الإمارات بدعم البنية التحتية في حضرموت $100 مليون من بينها وضع معالجة سريعة لملف الكهرباء. هذا كان في 2018. المنحة الإماراتية طبعا أنا كوكيل للساحل يعني طبعا لما صلني أي يعني عبر الأخ المحافظ كما فهمنا من الأخ المحافظ وهناك لجنة فنية أنها ستأتي لكن إلى وقتنا هذا لم تأتي لكن عملنا أن الأمارات لا شك كما أوفت مع حضرموت في الجانب الأمني واستقرار الوضع الأمني في حضرموت بإذن الله ستكون إلى جانبهم إلى جانبنا في جانب الكهرباء بما وعدت به. نعم. طيب دكتور سعيد المنحة السعودية لمدة سنة حتستمر، ماذا بعد السنة يا دكتور سعيد باعتقادك؟ ما بعد السنة إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور سعيد أي حاجة تحب توجهها للمواطنين؟ أنت على الهواء مباشرة. أقدم بالشكر لكم وللجناة لكل المواطنين وأن نحمل بإذن الله إلى جانبهم و كلنا أمل. أهم حاجة نحن حضرموت إن حنجتث الفساد فعلا وليس قولا من خلال خروج تفعيل الجهاز المركزي. النيابة تقوم بدورها. نعم. نيابة الأموال العامة في حضرموت وليس على مكتب أو على مكتبين. كل مجرد شم الفساد من قبل نيابة الأموال العامة أن تخرج ما لم حضرموت خلال تلك المرحلة حققت انتصارات. نعم. حققت أمن وأمان إداراتها ساحل حضرموت قيد أمنابها ولكن ما يشوفه هو في هذا الجانب ونحن كوكيل للساحل قد أقمنا بواجبنا وإلى الجهات المعنية فيما يخص كل ما هو يشوف هذا العمل والجهات المعنية لابد أن تقوم بدورها. نعم. نيابة الأموال العامة الجهاز المركزي تفعيل هذا الدور الأهم وهو الدور الرقابي في حضرموت فإذا تخلصنا من هذا بإذن الله سنمضي في فينا واحدة إلى بر الأمان. نعم. طيب إذن باعتقادك دكتور سعيد مدام حتستمر المنحة السعودية وسط المنحة السعودية إمكانكم في هناك بالنسبة للمنحة السعودية الأخ مازن هو الموجود. نعم اعتذر معهم اعتذر والأخ المحافظ وبالنسبة للمنحة الأماراتية. نعم. الوكيل الفني محمد العمودي. نعم. هو رئيس اللجنة وإمكانكم التواصل للاستفسار أكثر. نعم. طيب هل تعتقد من وجهة نظرك دكتور سعيد الاعتقاد شيء والواقع شيء؟ نعم إن شاء الله. دعني أكمل السؤال. نعم الكل خير بإذن الله. نحن ما هل تعتقد سننعم في الصيف البارد؟ بإذن الله بإذن الله نحن نقول بإذن الله. أيوة. دكتور سنعمل كل ما بوسعنا وفقا للموجود وكل ما يأتي يعني نحن لا نضعها في الحسبان حتى يكون موجود بين أيدينا. نعم بإذن الله. دكتور سعيد العمودي شكرا لك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مداخلة جميلة كانت مليئة بالتفاصيل اللي كنا محتاجين نسمعها بخصوص محطة ساحل حضرموت الغازية اللي على أساس بتنفذ من شركة بتروماسيل النفطية. في هناك مساعي وفي هناك جهود وبيحاولوا إنهم يتابعوا هذا الموضوع وبيقدموه وبيفعلوا وبيتركوا، لكن يجب مناقشة هذا الموضوع مع الحكومة شخصيا وتأتي منهم الموافقة. لكن الجميل إنه المشروع هذا مش منسي، يعني أنا لاحظ دكتور سعيد تطرق لموضوع محطة ساحل حضرموت الغازية قبل لا أنا أسأله. في اتصال؟ ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. أيوة نعم مساء الخير. من معي؟ ألو أيوة نعم من معي؟
على الهواء المباشرة، مش على الهواء المباشرة مع البرنامج اللي عند الشارع. مش سامعاك، من معي؟ ها؟ تفضل تفضل، ما هي مشاركتك؟ مشاركتي حول الآن مداخلة مع الوكيل العمودي. نعم. حول الميزانية الكهرباء، حول الكهرباء والميزانية المقدمة من المنحة السعودية. نعم. يعني يتهرب الثلاث، يقول الان مثلنا الان الفتره الزمنيه تابعت يعني المنحه، اولا اعلنها المحافظ سنه. المحافظ اعلن سنه، والان تقولون ثلاث اشهر. نعم. وتقول المبيع ما بعد ما بعد السنه. الميزانيه عاد الدخل للمواطنين ولا وين تروح؟ ما تقصد؟ الايش الايش وين تروح؟ الايش وين تروح؟ ها؟ ما هي اللي ما ت... اللي تروح؟ الإيرادات قصدك؟ الآن المبالغ الآن الفترة الزمنية. نعم. قصدك مبلغ المنحة السعودية ذاته فين فين يروح؟ المبلغ ما بعد المنحة السعودية، ما بعد المنحة السعودية الآن عندنا بس بس ديزل وكهرباء وميزوت مجانا. تمام تمام. أسمعك، كمل كلامك. ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد المنحة السنة. مش المبالغ الآن بترصد أحد المواطنين هذا الفواتير؟ نعم. ما أنت أنت بتتكلم على ما بعد السنة إذا خلصت المنحة. تمام حلو. مع احترامي للدكتور العمودي لابد يكون حظ المقابلة صدر رحب. يجب أن يكون صدره رحب. ايوه، ما هو الان انت تقابل في المقابله تبعك دخل حقه الان. نعم. مداخله جيده على وسط الله، وكل ما تدخلين معه في حوار في اسئله ثانيه شفت كمان هو متهرب. نعم. وهذا مهم حق المواطن، لابد ان يعطون المواطن يكون حقه حقه يعني باذن الله. نعم، والله احنا في قناه المكلا عزيزي المواطن نبذل قل ما بوسعنا عشان نوضح لكم الصوره كامل، احنا بنعمل اللي بوسعنا. يعني برنامج شيق جدا على قولك وتنقلون هموم المواطن. شكرا لك. جزاكم الله عمل عمل مبدع مبدع في منتهى الروعه، في منتهى الروعه عمل مبدع وتنقلون هموم المواطن وجزاكم الله خير ان شاء الله. لابد يكون المسؤول يتقبل بكل الرحب. نعم. لما طرحته الاعلاميه على قول من اسئله. نعم. لابد يتقبلها بكل الرحب لان انا شفت المدخل الان انا تبي المدخل حقه المدخل حقه يعني كمان يعني انت الان عندك اسئله بطرحها على ان شاء الله. صحيح. والنقطة الرئيسية الآن نتكلم فيها المبلغ لو كنت رحت عليه المبالغ السنة الآن يوصل مبالغ مالية من قبل المواطنين من فوات من الكهرباء لين بتروح على المبالغ يعني بتصل خلال سنة يعني مبالغ سائقة أو هائلة. صحيح. المفروض عزيزي المواطن هذه المبالغ لو انقطعت المنحة تمشي نحن السنة اللي بعدها. صح؟ ايوه بالضبط اللي بعدها اللي بعد السنة. نعم وصلت وصلت الفكرة عزيزي المواطن وصلت. ذكرني هذا صح فكرة هذا حلوة. صحيح. ومع احترامي مع احترامي لسيادة المحافظ بسم الله ودائما نكرر كمواطنين عندما يجي اي مدير عام لابد يتحاسب يجي له بس يقول على المحاسبة اول يتحاسب ثم يعين بدله مش يقولونه يجيبون المدير بدله لا لا بتحاسب نداله محاسبه. نعم نعم. اي اضافات اخرى؟ شكرا شكرا لك. شكرا 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 اسئله الله يعطيك العافيه. شكرا. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا لك عزيزي المواطن. يا مرحبا. شكرا. أنا سعيدة لما أسمع الأصداء الحلوة من أعزائنا المشاهدين والله العظيم إنه نحن أنا وبقية الطاقم خلف الكاميرا طاقم عمل قناة المكلا أسبوع كامل نشتغل على قدم وساق من حلقة من إعداد من تقرير من نزولات ميدانية من تواصل مع الشخصيات الاجتماعية والهامة اللي لهم علاقة بهذه الحلقة علشان نحن نوصل بمخرج حلو يرضي عزيزنا المواطن ويشبع فضوله. طبعا نحن تواصلنا، كان في اتصال سابق بيننا وبين المهندس مازن بن مخاشن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء على أساس هو اليوم كمان حيكون ضيف في الحلقة ويطلع ويتكلم معنا وندردش معه.
لكن احنا اتصلنا به واعتذر، الشباب بالكنترول اتصلوا به واعتذر ومش هيطلع معنا. كان المفروض انه على حسب الاتفاق اللي ما بيننا انه كان يطلع وندردش معه ونتكلم معه. الضيف الثاني ما يرد، انا مش في كمان ضيف ثاني احنا رتبنا معاه، ما مش هذكر اسمه بس عشان الحساسيه وعشان ما يزعلش مني، نلتمس له العذر. افترض الاخي كسبعين عذرا، لكن كمان منسقين معاهم من قبل، والضيف الثاني كمان ما يرد. يعني الضيف اللي طلع معنا في هذه الحلقه دكتور سعيد العمودي. طبيعة الحوار من شخص إلى آخر تختلف، في ناس يسمعوا في ناس اللي عندهم يحطوا، يعني يمكن كان هو بنوع من الشفافية جاوب إنه مثلا في موضوع المنحة الإماراتية لما أحال الموضوع لوكيل الشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، يمكن هو ما عندهش أفكار بهذا الموضوع، ويمكن من كتر ما عشنا وقائع مريرة. يعني حتى لما أقول لك أنت إيش تتوقع أو ماذا تتنبأ، قل لي الواقع شيء والتوقع شيء والواقع شيء. كمان أني هو تكلم المهندس سعيد أو الدكتور سعيد العمودي على الدور الرقابي بشكل عام، ومن جانب الدور الرقابي هذا أنا كمان أتواصلت مع المهندس مانع يسلم بن يمين يمكن يومين ورا بعض، وانا اتصل على جوالاته وما يردش عليا. طبعا احنا عارفين ان المهندس مانع بن يمين عينه رئيس الوزراء مشرف الدور الرقابي والاشرافي على هذه المنحة السعودية، فكنت حابة انني استضيفه وندردش ونشوف ايش هي تقييمه بحكم انه منحة الوقود هي اساسا توصل عبر ميناء المكلا، بعدين من ميناء المكلا يتم توزيع الى عدن وبقية المحافظات المحررة. كمان مهندس مانع بن يمين ما ردش عليا، مهندس مازن كمان اعتذر، والضيف الاخر لا يرد ما يرد. ايش مشكلتكم يا اصحاب المؤسسة العامة للكهرباء؟ ايش مشكلتكم؟ نحن عارفين انه الان التيار استقر، ما قلنا لا، لكن كمان نحن حابين انكم تطلعوا وتوضحوا هذا الشيء للمواطنين. كمان اخر رسالة قبل اختم بأطرحها، رسالة المواطن اللي قال انه في دوعن تطفي الكهرباء 12 ساعة من 5 الصباح إلى 5 العصر. يا ريت الإعلاميين اللي هم منتسبين للمكتب الإعلامي للمحافظ يطرحوا له هذه النقطة ويناقشوا معه هذه النقطة ونوصل صوتنا للجهات المعنية. ماذا بعد المنحة هذه؟ دحين إحنا إذا استقرت الكهرباء الآن وعد رمضان على خير وكما نقول نعمنا بالصيف بارد خير وبركة، بس يعدي هذا الصيف على خير، في البداية يعدي هذا الصيف وننعم بالصيف البارد هذا على خير، ما بعد السنة هذه يحلها رب العالمين ونتفائل وندعي في رمضان كثير إنه ما عاد تنقطعش الكهرباء. وأكيد طبعا بنطلع حلقة ثانية وثالثة ورابعة ونستضيف شخصيات لما تتوضح الصورة لدى المواطن ونعرف ونخطط كلنا، نعمل تخطيط إعلامي أو مناصرة إعلامية، نخطط كلنا مع المؤسسة العامة للكهرباء بمشاركة مقترحات المواطنين ما بعد السنة إيش نحن حنسوي، إيش نحن حنعمل لو توقفت علينا المنحة. وصلنا للختام أعزائي المشاهدين، ختام حلقتنا من حق كل مواطن العيش في نعيم، والكهرباء هي دينامو الحياة في كل منزل بحضرموت، فدعوا الدينامو يعمل لإنارة كل منزل فيك يا حضرموت، فنحن نستحق الحياة الكريمة، نستحق أن نحيا دون خوف أو قلق، نستحق أن نحلم بغد أفضل. عبير واكد كانت معكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة.